صفت أكاذيب الهوى حولها قد سكن الجنود. تولي عم تنشرب مؤخرا على حسابك الشخصي، كمان لفت نظري أكثر شيء حبك للتجول صباح ذاكر بدمشق، يعني قبل ما يكون الفاء العالم بتوثق هاي اللحظات، شو بيكون فيها هاي اللحظات، شو بتعطيك؟ والله انا ودافع عن يعني مشروع معين، يعني هو مشروع شخصي، مشروع البهنة، يعني انا بحب الظهور لكن بهذا الزمن بحاجة لصورة معينة انه تبث تحمل دلالات انه انا بخير. انا لا ارتضي لنفسي ان اعلن الهزيمة لا على الكرة الارضية وايضا لن نعلنها في يوم الحساب على الاطلاق. هم يقولوا انني هزم، ربما بالانبياء، ربما الله، ربما البشر، لكن انا شخصيا لن اعترف بالهزيمة، لا في الارض، لا في طفولتي، ولا في شبابي، ولا امام اي احد، حتى امام خالد. عندي هذه الجبروت او هذه القوة او هذه الاريحية، يعني خلاص، لكن نفس الوقت في صورة معاكسة، صورة اظهرها لذاتي فقط لا يراها احد، هي صورة المتشنج الذي يبكي، لكن بكائي لا يتجاوز حدود الجفن، هي محبوسة بين المآقي والجفن، مستحيل أن تنزل على الخد كي لا تتم الشمات على الإطلاق. وأشعر بالهشاشة أو بالاهتراء الذاتي أو بالنحر أو بالتدمير، بعيشه كالآخر، بعيشه يعني بصعوبة يعني بادئ مجروح الفؤاد، لكن يعني ارجع دماغي فقط هو يعني كنزي حقيقة، دماغي هو كنزي، وانا مرتاح لهذا الدماغ لانه سيعونني جدا كما عانني على الارض، سيعنني في حياة الآخرة بانتقالنا مع الفراعنة أو الكرعانيين أو العرب العاربة أو العجم من أوروبا وأمريكية، سيعنني على مخاطبة الرب، وهذا كافي كي أكون من الصفوة من البشر، كي أكون كسقراط أو أفلاطون. لن أحتسي شراب الشكران الأبقع الهاملوك الشديد السمية مع سقراط، لن أحتسي، سأحاول بكل طاقتي أن أذهب بهدوء سلس من الحياة الفانية دار الباطل إلى الحياة الأخرى دار الحق.